اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج المهندس الفصيح. النهارده هنتكلم عن ما هي الطريقه اللي تمنع تكسير حواف او الزوايا الاواطيع الجبسيه اللي هي جبسون بورد، وازاي احافظ على الحواف دي والزوايا اللي هي ما تتكسرش مني. طبعا الناس بتفهم الموضوع غلط، ان الجبسون بورد او الحواف بتاعته سهله اللي هي تتكسر، بل بالعكس اللي هي ممكن الحواف بتاعته تكون اقوى من حواف الجدران الاسمنتيه، تمام، بسبب تعرضها للاحتكاك. ليه؟ لاني انا بركب زوايا في نوعين، زوايا من الحديد دي مخصصه، تمام، عشان ما تتكسرش الحواف بتاعه الجبسون بورد. طبعا وكل نوع مخصص يعني ليه هدف معين وليه فايده معينه للزاويه عشان امنعها اللي هي تتكسر، تمام، سواء الزوايا الحاده او الزوايا المفتوحه او اي نوع من الزوايا اقدر اركب عليها الزاويه الحديد دي. بس طبعا للاسف في كتير من الصناعيه او المقاولين ما يعرفوش الزوايا الحديد اللي بتتركب على الجبسون بورد على الحواف، وبيكبروا دماغهم بالبلدي كده ويقوم مركب لك جوينت تيب عادي على الزوايا ويقول لك هي كده حامتها. لا، انت الصح انك بتركب الزوايا الحديد المخصصه للاواطيع الجبسون بورد. وبعد ما تركب الزوايا الحديد دي هتبص وهتشوف ان الحواف والزوايا بتاعت الجبسون بورد هتبقى اقوى من الحواف الاسمنتيه لو اتخبطت فيها زي ما احنا قلنا قبل كده. فحاول وانت بتشتغل الاوطية الجبسية بتاعتك انك ما تستخسرش او تجيب سعر يكون قليل على حساب الجودة بتاعتك، تمام، مع العلم في الاخر ان السعر بيبقى واحد مع فرق بسيط، والجودة هي اللي تقدر تحكم عليك في الموضوع ده، فرق في السعر، تمام، من مقاول للتاني. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير والاشتراك في القناة.